الطبيعي والمص الصناعي، انه اذا انا علقت الابره المغناطيسيه فهي راح تستقر، يعني الى قطبين جنوبي وشمالي، لانه الحقل المغناطيسي جهته من الشمالي للجنوبي وليس غرب وشرق. كان في سؤال بالوظيفه صح وخطا، واذا بتتذكروا انه الكره الارضيه تعتبر مغناطيس، ولكن هالمغناطيس هاد له قطبين. رجعوا تذكروا الرسمه، اول شيء المحورين ما هن مطابقين على بعضهم البعض. محور يعني الكره الارضيه دورانها، واذا اعتبرناها الكل ينتبه فوق جغرافيا عندي قطب شمالي جغرافيا، ولكن مغناطيسيا عندي قطب جنوبي. يعني خطوط الحقل لما تخرج من الشمالي تخرج من الشمال المغناطيسي وليس الشمال الجغرافي، يعني تخرج من تحت من الأسفل نحو الأعلى، هيك بتكون جهة خطوط الحقل المغناطيسي. إذا في الكرة الأرضية اللي حوالينا فيها مواد مغناطيسية، ولكن القطب الشمالي بعتبره من تحت، هذا تحت بعتبره شمال N وفوق بعتبره الجنوبي S. طيب بالوظيفة يضل عندي، بتذكر الدرس الماضي سؤالين بالمغناطيسية حكينا عليهم الجهة وأجلناهم، اللي متذكر غير شيء يسألني. كل يفتح صفحة 77 بتذكر أنا بالأسئلة اختار الإجابة الصحيحة. بالمغناطيسية بل عندي يمكن تحديد الجهة بالسؤالين اللي هن صفحة 77. سؤال رقم 34 متذكرين هيك شيء يا طلاب؟ ايه استاذ متذكرين؟ طيب شو اللي بهذا السؤال؟ شو اللي بهذا السؤال اللي حكيناه؟ هذا حليناه المره الماضيه ولا ما حليناه؟ لا استاذ ما حليناه. يلا هون يا طلاب عم يقول لي في عندي سلك عم يمر فيه تيار كهربائي، وجهة التيار صايرة من تحت نحو الأعلى، يعني من الموجب للسالب. إذن هي هي جهة التيار I، وبس مر تيار I في دارة فرح تولد حقل مغناطيسي B وحدته تسلا. والحقل المغناطيسي بده يأثر على النقط اللي حواليه، مثلا بده يأثر على النقطة A. طب اللي بهذا السؤال شدة الحقل المغناطيسي، شدة الحقل المغناطيسي تتعلق بعوامل، كتب لي 1 2 3 لنشوف مين الصح. طبعا السؤال جدا سهل، بس العامل الأول بيخربط، مكتوب تيلين كيست ألان، يعني مساحة السلك نفسه، مساحة مقطع السلك. أنا السلك إيش بدي فيه؟ ما بيهمني والله السلك عريض ولا تخين، السلك نفسه دخل استاذ. انا بيهمني ايش العب مر فيه تيار، صح؟ انا بيهمني التيار عم يمر فيه، متى اول عامل ما بيأثر، هذا عامل خاطئ. العامل الثاني شو عم بيقول؟ تيلدان جيتشين اكيم شدات، شده التيار اللي عم يمر في الموصل استاذ بتأثر، معناتها شده التيار بتأثر. والعامل الثالث نقطة البعد عن السلك، بس انتبهوا يا طلاب في هاي النقطة أنا ترجمت على المترجم باعتبار أنتم ساعدوني، اسم البعد العمودي. يعني شو قصدك يا أستاذ صلاح؟ طلعوا، أنا إذا بدي آخذ البعد بين النقطة والسلك فيني أقول هذا البعد بين النقطة والسلك، فيني أقول هذا البعد، فيني أقول هذا البعد، فيني أقول هذا البعد، هيك البعد عم بتغير مع النقطة ثابتة. ما باخذ اي بعد، لازم اخذ حصرا البعد العمودي، يعني لازم تلاقوا هالكلمه ديك اوزاك له، شايفين هالجمله هاي؟ يعني البعد العمودي، يعني تنزل انا من النقطه ا عمود على السلك زي قائمه، هذا هو البعد دي، فهذا بكون بعد ثابت. إذا معناتها بيأثر بشدة الحقل عاملين، شدة التيار عم يمر في الدارة
والبعد العمودي مو اي بعد بدي اخده، وبالتالي بنطلع على الخيارات. هو كاتب لي انا هي الجمله الصحيحه، ايش تعال الجواب؟ الجواب ايه الما، يعني الجمله الثانيه والجمله الثالثه. طلاب هذا موضوع البعد العمودي بالعاشر ما بيهمكم كثير، انا بجيكم اجباري هيك، بس بكره بالامتحان يعني لما تصيروا شوي ثانوي بجيب لي مساله العلاقه بمثلث فيثاغورس، يعني برسم لي هيك بيقول لي المسافه من هون لهون مثلا 5 سنتي، والمسافه من هالنقطه لهالنقطه من هون لهون 3 سنتي، وبقول لي حساب الحقل، انا لازم اعرف هالمسافه ايش قد. ما عاد عليكم هيك سؤال شيء؟ هل البعد دي 5 ولا البعد دي 3؟ 3 لازم يكون. لا شوفوا هدوا شوي معاذ او اسمعوني كده، من هون لهون 3 يا استاذ صلاح، ما بي طول البعد العمودي مسافه، هي المسافه دي البعد العمودي من هون لهون، هذا بدي احسبه في طريقه بالرياضيات اخذينا في ساغوس، بيقول لي انه هذا طوله 4، انه اذا اخذت 3 مربع زائد 4 مربع اسمه مجموع مربعي الضلعين القائمتين يساوي مربع الوتر، هو 5 مربع، لانه انا عندي مثلث قائم هذا فيه الوتر، نظريه في ساغوس هيك بتقول 9 زائد 16 25، اذا اخذينا ما كنا اخذينا بس اكيد اخذينا، يعني انتوا هي الفكره. طيب انا اذا بيهمني يا طلاب البعد العمودي، اذا معناتها بتاثر بعاملين اخذناهم وعدناهم اليوم اكثر من مره. جينا هالسؤال اللي اجلناه المره الماضيه، هذا السؤال يعني نوعا ما هام وبجي عليه اكثر من شكل. هون في عندي سلك عم بيمر فيه تيار كهربائي مثل ما نكون شايفين، التيار اي ما في غيره عم بمر بقلب السلك. طلاب اذا عم تنتبهوا هون في نقط وهون في خط مستقيم، ليش مره بنقط مره رحت الخط مستقيم؟ مين معدي عليها الفكره هاي؟ ليش هون سلك متصل وتحت نقط؟ يعني هاي الورقه امسكوا الدفتر انتم هيك حنكون حطوا الدفتر قدامكم وجاي السلك في نصه تماما، ففي جزء ما بنشوفه لذلك عم حط لي اياه منقط. هذا الجزء المنقط لانه انا بالاصل ما بشوفه. تمام؟ تخيلتوا هيك الدفتر عندكم او الطاوله او الدرج وفي في نصها سلك ماشي بنص بنص الصفحه. فالمنقط هذا هذا المنقط هذا صاير بقلب الصفحه بقفاها ما بنشوفه. اذا هي التيار عم يمر. نحن هالتيار اللي عم يمر بياثر على النقطه لي وعلى النقطه ك. طيب اذا ياثر على النقطه لي وعلى النقطه ك، قبل ما نشوف الخيارات بده اياها تعالوا نشوف نحن الارقام من عندنا. في النقطه لي اللي عم تتاثر بالتيار اي والنقطه ك عم تتاثر بنفس التيار، مين بعدها اكبر ال ولا ال ك؟ نفس الشيء استاذ متساويين. متساويين يا طلاب، معناتها الاي عند النقطة L يساوي الآي عند النقطة K لأنه الآي نفسه، وبعد النقطة L كمان يساوي بعد النقطة K، معناته الشدة نفسها بالنقطة L وبالنقطة K. بل عندي موضوع الجهة، إذا بتتذكروا راح أرسم إيدي اليمين هذا اسمه الإبهام، بحطه مع جهة التيار وبحط 4 أصابيعي بهذا الشكل، فهيك راح تكون جهة الحقل، فراح تكون جهة الحقل خطوط منحنية ملقاة وجهة من الشمال للجنوب بهالاتجاه، يعني جهة الحقل الكهربائي راح تكون حقل مغناطيسي عفوا بهذا الشكل. طيب هل الجهة في النقطة L نفس الجهة في النقطة K؟ في النقطة L هيك راح يكون الحقل ويمشي يمشي يمشي ويجي على النقطة K ويصير بهالاتجاه. هل جهة الحقل في اللي والكا نفسه؟ بنلاحظ لا، جهتين متعاكستين، يعني في النقطة L الحقل صاير هيك نحو الداخل، اما في النقطة ك صاير نحو الخارج، معناتها بالنسبة للشدة بتكون نفسها وبالنسبة للجهة بتكون الجهة متعاكسة. بنطلع على الخيارات اللي بده اياه هون، ايش قايل لي عن الشدة وعن الجهة؟ بالنسبة للخيار الأول عم بيقول لي في النقطة ك
وفي النقطة ليه بتكون الحقل المغناطيسي متساوي، صح ولا خطأ؟ أول جملة صح أستاذ. الجملة الأولى صحيحة. في الحالة الثانية عبيقول في النقطة ك وفي النقطة ل الحقل المغناطيسي أيني يوندير، هاي أيني يعني بنفس الجهة. هل الحقلين في النقطة ك وفي النقطة ل له نفس الجهة؟ لا جملة خطأ صح؟ اي صح. تمام. ايش عبيقول بالخيار الثالث؟ بالخيار الثالث عبيقول في النقطة ك وفي النقطة ل الحقل المغناطيسي ضد، يعني متعاكس، يعني صح. جهتين متعاكستين. ماذا؟ الجملة الأولى صحيحة والجملة الثالثة صحيحة. دوروا بالخيارات. أنا عم بمشي ببطء وعم بحكي ببطء مشان الكل يستوعب ويصل الصوت واضح. متى مين الجواب الصحيح يا شباب؟ يا ايه بنات ايه الجواب كمان إلما إنه بيكون عندي الشدة متساوية والجهات متعاكسة. هون رح أعطيكم من عندي كمان سؤال إضافي موجود في الدورات، نرسم عليه حالتين. نجي على الرسمة الأولى. أنت أول لما فصلت الجلسة 40 دقيقة حدا صور السؤال تبع السلك والملف لما لحقت صورتوه؟ أنا ما لحقت صار أستاذ صراحة. أنا صورته أستاذ. فضل أنت كده اللي صوره هلأ، بس خلصنا الدرس يبعته على المجموعة بدي حلل السؤال. هلا بدي اخذ مسالتين، هلا بدي اخذ مسالتين. بكتب المساله الاولى وبعدين بتحلوها انتم، وبعدين كمان باخذ مساله غيره. الحاله الاولى راح اخذ سلك، هي سلك راح امرر فيه تيار اي، هذا التيار المار اي. راح اخذ نقطتين، نقطه ا وراح اخذ نقطة ب. الآ تبعد مسافة دي، البي تبعد مسافة 3 دي. لو ما بين ثلاث أضعاف، يعني إذا النقطة الأولى تبعد 5 سنتي هذيك تبعد 15. السؤال مطلوب منكم الآن بهالرسمة، هي المسألة الأولى. مين أكبر؟ شدة الحقل عند النقطة رقم 1 عند النقطة رقم A ولا B2 عند النقطة رقم 2؟ بلا ما نسميها B، رح أغير اسمها هاي عشان ما تخربطوا، سموها النقطة 1 والنقطة 2. النقطة الأولى تبعد D والنقطة الثانية تبعد 3 D. سؤالين. السؤال الأول، وين بيكون الـ B أكبر؟ وهل الجهة في 1 نفس جهة 2 ولا عكسه؟ صوروا الشاشة صورة مشان ناخد واحد تاني. حدا صوروا؟ طيب السؤال الثاني، الحالة الثانية راح أخذ رسمة بهذا الشكل. السؤال الثاني راح أخذ سلك مستقيم تمر فيه تيار I وبدي أحط نقطتين، النقطة الأولى تبعد مسافة D والنقطة الثانية تبعد مسافة 2 دي. مين أكبر؟ هل الأكبر بي 1 ولا بي 2؟ إيش العلاقة بيناتهم؟ وبدي الجهة، هل الجهة في بي 1 نفس الجهة بي 2 ولا متعاكستين؟ وهون يا طلاب رح تاخذوا نتيجة لحالكم. هل تأثير السلك المستقيم على نقط حواليه من ناحية الجهة إذا كانوا اثنين على يمينه أو يساره، مثل إذا كان واحد على اليمين وواحد على اليسار؟ أنتوا بس حليتوا السؤالين راح تكتشفوا النتيجة لحالكم، اللي بتقول إذا كان يا أستاذ عايزك
عم يأثر على نقطتين بنفس الاتجاه مثل المثال الأول، راح نلاحظ إنه الجهة بتكون نفسها. أما إذا نقطة موجودة بطرف ونقطة موجودة بطرف آخر مثل الحالة هي النقطة الأولى وهي النقطة الثانية، فراح يكون جهة الحقل المغناطيسي متعاكسة. هيك بنكون خلصنا درس المغناطيسية بشكل تفصيلي وأخذنا كل حالاته، المغناطيس الطبيعي والمغناطيس الصناعي. مين عنده سؤال؟ إذا أستاذكم أو أنستكم عم تعطيكم سؤال خارجي في مجال صوروه تبعتوه على المجموعة أو هون على الدرس. اللي عنده سؤال بالمغناطيسية أو حتى بالكهرباء، ما تنسوا اليوم الشيء اللي أخذناه بالنسبة للملف ولسلك مستقيم. بالنسبة للشباب لنشوف أستاذ أسامة يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء ناخذ درس الضغط. خلاص قرار نهائي لأنه خلصتوه تقريبا أنتوا أخذتوه. بنات اللي عم بدرسوا بأيوب كوتشا أخذتوا الضغط لسه، لأنه اللي عم بدرسوا بمدرسة الأناضول هي عند أكرم شاتين يعني عند البنك ما أخذوا هالدرس. درس الضغط بنات حدا أخذوا منكم؟ لا أستاذ ما أخذ. ما أخذته. اليوم رح ناخذ مقدمة عنه بس. اليوم رح ناخذ مقدمة عنه. وتابعوه معنا من هون لينتهي الدرس، إذا أخذتوه من هون للامتحان ضغط الأجسام الصلبة. درس كتير حلو وسهل ومهم. يعني عم بيقول لي عندي ثلاث أجسام. جسم الأول، جسم ثاني، جسم ثالث. بتلاحظوا إنه الجسم الأول مساحته يعني طلاب لوح صابون او وطعة كبريت تريدوا تعتبروها لوح صابون او وطعة كبريت، هاي مساحته في الشكل الثاني عندي قطعتين، اذا هون قطعه وحده هون عندي قطعتين، هاي واحد وهي اثنين، هون عندي طابق طابقين ثلاثه. بتلاحظوا انه هدول ثلاث رسمات بس كلهم عم بيأثروا على مساحه مثل واحد معمر طابق واحد طابقين ثلاث طوابق. شو يعني الضغط؟ يعني هذا الجسم هاد عم يضغط على الأرض اللي تحته، فكل ما كان الثقل أكبر كل ما بيكون الضغط كبير. إذا بدي أعمل أكثر من بناية أكثر من طابق لازم أكبر المساحة. هذا الضغط رح نسميه بالرمز بي، اللي اكتشفه هو العالم باسكال. هلا نشوف شو وحدته. كل ما كانت الجسم ثقله أكبر يعني القوة اللي عم بأثر فيها أكبر كل ما كان الضغط كتير أكبر، والمساحة بالعكس كل ما كانت المساحة كبيرة فالضغط بيصير خفيف. هذا الضغط بي اكتشفه العالم باسكال وقال يساوي القوة F المؤثرة على الألان المساحة. فكل ما كان الضغط كتير كبير كل ما كانت القوة أكبر. إذا أنا عندي لوح صابون واحد، عندي لوحين، عندي ثلاثة، بس كلهم نفس المساحة، ما دام الآ نفسها فاللي قوته إف أكبر بيكون الضغط عنده أكبر. هذا القانون يا طلاب، قانون هام بفيدني بشغلتين، أول شغلة الوحدات. القوة إف مثل ما بنعرف اكتشف العالم نيوتن فواحدتها حرف الإن يعني نيوتن. والمساحة آ لازم تكون واحدتها متر مربع، متر ضرب متر متر مربع. فالعالم باسكال واحدة الباسكال بي آ بسموها باسكال هي نفسها واحدة اف على آ، الاف لحالة نيوتن والآ متر مربع، فبصير واحدة الضغط إذا بدي إما باسكال أو نيوتن على متر مربع. طلاب كلمة الواحدة لازم نعرف إن الواحدات نوعين، إما واحدات أساسية وإما واحدات اكتشفوها العلماء، مثلا كتلة كيلو غرام. أما الثقل اكتشفه العالم نيوتن حطوه باسمه، القدرة أو الاستطاعة اكتشف العالم واط حطوها باسمه، العمل أو الطاقة اكتشف العالم جول حطوها باسمه، شدة التيار باسم العالم أمبير. ففي واحدات اكتشفوها علماء حطت باسمهم، وفي واحدات أساسية اتفقوا عليها كل دول العالم. فهلا أنا أقول الضغط إما مثلا 5 باسكال أو 5 نيوتن على متر مربع.
بنطلع بهذا الشكل، قلنا كل ما كان الثقل أكبر بيكون الضغط أكبر، معناتها أكثر شيء عنده ضغط هو حاليا الشكل رقم جي، لأنه في عندي ثلاث أجسام، جسم، جسمين، ثلاثة، ثلاث طوابق، فبتحمل ضغط كتير كبير. هلا قانون ضغط بيقول بي تساوي اف على A. المال مقام هو البي، بحط له مقام واحد. فإذا أخذت جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، إشلار يساوي دشلار هدول، فبصير عندي اف تساوي بي ضرب A. يعني القوة الضاغطة، اف هي اسمها القوة الضاغطة، بتساوي الضغط ضرب المساحة. ومنلاحظ هون في تناسب طردي بين الضغط والقوة، كل ما زاد الضغط بزيد القوة، وكل ما زادت القوة بزيد الضغط. بدي انتبه هون على موضوع، ممكن يكون الكتلة هي نفسها ولكن المساحة صغيرة، يعني مثل اللي بيلبس حذاء طبي واللي بيلبس حذاء طبي. نشوف هذا الكلام يا طلاب ويا طالبات بالرسم الثاني. طبعا بالرسم الاولى عم بيقول لي هون بالشرح انه الضغط الاول يساوي فقط الثقل تقسيم المساحه A، اما في الثاني يساوي ثقلين لانه طابقين، وفي الرسم الثالثه بيساوي 3 اثقال، 3 جي يعني 3 اوزان، فبيكون البي 3 هو اكبر شيء. نشوف الصفحه اللي بعدها عم بيميز لي انه ما راح ياثر هلا عندي ثلاث اشكال، شلون بيأثر الكتلة مع المساحة؟ ممكن يكون كتلة كتير كبيرة ولكن المساحة صغيرة. في عندي هون ثلاث أجسام حاليا، عندي إكس وواي وزد. فإذا بدي أعرف ضغط كل وحدة منهم، بدي آخذ الضغط يساوي قوته على مساحته، والثاني قوته على مساحته، والثالث قوة على المساحة. هلا من ناحية المساحة بس، مين مبين مساحته أكثر شيء؟ لونه ازرق الخزان الكبير 3 A، والمساحته الوسط هو 2 A ليه، وحرف الاكس هو مساحته اقل شيء. قال اذا اعتبرنا انه الاجسام الموجوده قدامي اجسام متشابهه بالوزن، اذا كان اجسام متشابهه بالوزن، استاذ صلاح شلون حجم واحد بلوك جزء واحد خشب وواحد فولاذ او حديد؟ ف ممكن يكون الأجسام مختلفة بالشكل ولكن ثقلها نفسه. إذا عم بيقول لي كل واحد منهم الإكس والي والزد لهم نفس الجي، نفس الوزن هاد، ولكن مختلفين بالمساحة. مختلفين بالمساحة، مين مساحته أكبر شيء؟ الجسم زد. معناته أنا عندي بالنسبة للشكل الأول الضغط بي آ، أول ضغط يساوي الثقل جي على آ وحدة، أما الي بي اي يساوي الثقل بس على 2 آ، أما الزد بي زد يساوي الثقل على 3 آ. ما دام الثقل نفسه في الحالات الثلاثة، معناته الضغط ما له دخل بالثقل، له دخل بالمساحة. يلي مساحته أكبر شيء ضغطه بيكون أقل الشيء، معناته أخف الشيء هو ضغط الجسم زد، هذا أصغر. الزد بيكون أصغر من البي زد. هون ضغط الجسم زد بيكون أصغر من ضغط الجسم واي، بيكون أصغر من ضغط الجسم إكس. يعني أثقل واحد ضغطه هو إكس. لذلك يا طلاب إذا بتلاحظوا أنتو خزانات المي اللي في على الأسطحة، بحاولوا يساووا الخزان طنطويلي مشان يصير ضغط المي كتير كبير وينزل على البيت بسرعة. إذا معناتها إذا الأجسام متساوية والمساحات مختلفة، فاللي بيكون مساحته أكبر بيكون الضغط عليه أقل. لذلك بنشوف الدراكتور أو السيارات الشحن، سيارات النقل،
بيكون عند الدويليب عريضة، بجيبوا دويليب كتير كبار، دويليب كتير كبار مشان يكون الضغط عليها خفيف. طبعا كاتبين هاي الكلام ان البي اكس هو اكبر، البي واي اكبر من، يعني البي اكس اكبر شيء بعد البي واي واخر شيء بي زد. هلا رح ناخذ جسمين لهم نفس القوة ولكن بيختلفوا بالمساحة. لاحظوا بهذا الشكل، عندي أربع مكعبات وعندي أربع مكعبات، ولكن بالشكل الأول أربع مكعبات بس إذا هون آ وهون آ وهون آ فالمساحة 3 آ، أما في الشكل الثاني مساحة آ واحدة بس. يعني بالشكل الأول بيكون الضغط بي واحد يساوي الوزن جي بس على 3 آ، أما في الشكل الثاني البي 2 يساوي الوزن جي على آ واحدة. فأنا أريح لي أحط خزينة التلفزيون، أحط الأحذية، أحط القطع البلاستيكية، أكبر المساحة بخف الضغط. أما هون يا طلاب لاحظوا هالمنطقة كتير عليها ضغط، هي المنطقة الصغيرة عم تتحمل الأجسام الأربعة كلهم، أما هون الأجسام الأربعة موزعة المساحة بشكل مرتاح فما بيأثر علي. يعني أنا لما بصف إذا جبت عندي بلوك في البيت أو كياس شمنتو أو كتبي ودفاتري، خلينا نحكي على كتب الدفاتر، حطوا كتبكم ودفاتركم على شكل رف كامل وزعوهم، الرف بتحمل. اما مسكوا الكتب حطوهم كلهم هيك فوق بعضهم، كتاب ورا كتاب ورا كتاب ورا كتاب، على منطقه صغيره ممكن الرف ينكسر لانه صار عليه الضغط كتير كبير. فاذا المساحه كل ما كبرناها بيكون الضغط، الحذاء الطبي بيحاولوا يخلوا المساحه تكون مستويه وكتير كبيرة، عكس بعض النساء اللي بيلبسوا سموه الحذاء أبو كعب عالي، لأنه بيخلوا يكون المساحة اللي بصير عندهم ضغط كتير قاسي، بصير عندهم مشاكل بالعمود الفقري. طيب هي أهم عن الضغط، رح ناخذ المعلومة الأخيرة ونشوف إيش الفرق بين هالشكلين. في عندي وزنين، بالشكل الأول في عندي جسم وزنه X. تفضل، ما مبين عليكم؟ لا أستاذ ما اعتبرت مبين علي شيء. أنت أول كلام كتبته كله؟ لا أستاذ ما في شيء. لك شو كنت عم بكتب عم برسم ما شفتهم علي؟ طيب لا أستاذ أنت بالأصل ما عامل حركة للشاشة. هلا هيك اللي بكتب. هلا كتابة ما هي مبينة؟ لا مبين شيء. ليش ما حكيت وخربطنا معناتها نحن؟ لحظة شوي. عن كتبت قانون الضغط وقانون قوة الضغط كله ما كان مبين عليكم؟ لا أستاذ. لا. ليش ما حكيتوا؟ يلا طيب نرجع من عيد، مع انه كان لازم تحكوا. هلا بينت قدامكم الشاشه؟ بينت استاذ. استاذ هلا بين. هلا بينت، هلا رح يبين معي. طيب نحن حكينا انه الضغط، هلا رح اكتب القانون. زمان كنتم مبين لك شلون انتبهتوا على الواحدات. الله يسامحني انا ما انتبهت انه ماني مشارك. هلا انا قلت الضغط بي يساوي القوه اف على المساحه ا، صح؟ بينت كيف عندكم؟ ايه استاذ بين. الاف واحدة نيوتن والا واحدة متر مربع، فبصير الضغط واحدته نيوتن على متر مربع، او بسموه باسكال. الضغط بي اسمه العالم باسكال. من هالقانون إذا أخذت جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، حكينا تطلع معي F تساوي B ضرب A. يعني القوة الضغط بتساوي الضغط ضرب المساحة. بهذا المثال يلي موجود صفحة، معاذ صوتك عم بروح. أستاذ بدي أسألك سؤال. تفضل. هلا الان بالمدرسه كتبت لنا الضغط بي يساوي جي على سي.
حلو. الأنسة أصدى، شوف القانون، تبوا طلاب على سؤاله. الأنسة أصدى ب يساوي ج على اس أصدق، هيك يعني؟ ايه استاذ. تمام. هلا الجي هو الوزن أو الثقل. طبعا الضغط يا طلاب ما إجبار يكون القوة هي قوة الثقل. أنت ممكن تجيب طاولة وتحط عليها صحن بلور، تحط عليها جنتي، يعني تاخذ ثقلة. بس ممكن أنت تمسك بأصابعك التنتين وتضغط على الطاولة، تضغط على المخدة. فالقوة الضاغطة قد تكون قوة ثقل، ثقل سيارة، ثقل كتاب، وقد يكون ماسك بإيدك وعم تضغط، تمام؟ أما الرمز إس، الرمز إس حكيناها من زمان، هذا إس تعني بالإنجليزي المساحة، سيرفيس. فبعض الكتب بكتبوه إس وبالإنجليزي بكتبوه، عفوا بالتركي بكتبوه يعني ألان. فالقانون نفسه ما تغير. هلا بالكتاب مكتوب إف على الجي هي القوة الضاغطة وإس هي المساحة، نفس الشيء. يعني وحتى متر مربع، تمام؟ معاذ، سواء ولا اس هن اصلا المساحه. السؤال حكيته توا وكنت عم بكتب، انتم ما انتبهتوا، اذا رجعتوا وسجلتوا وسمعتوا التسجيل الصوتي بين معكم. جينا على هالسؤال الاخير، ضل معنا 3 دقائق بيقص الدرس لانه عشان تعودوا ترتاحوا للمذاكره. معنا 6 استاذ. بهذا الرسمه في عندي جسم اكس. ما فهمت عليك. 6 دقائق. معنا 6 دقائق. ايه معك. طلاب عندي بهذا الشكل في جسمين. في عندي جسم اسمه اكس وفي جسم اسمه واي. بس في عندي شكلين. بهذا الشكلين بدي اعرف مين الضغط عليه اكبر. اول شيء بالنسبة للشكل الاول، شقد المساحة اللي عم نضغط عليها؟ مساحة صغيرة صح؟ رح اسمي هذا الشكل الاول طلاب، وهذا الشكل تاني. مين الضغط عنده أكبر؟ هل الضغط في الشكل الأول ولا الضغط في الشكل التاني؟ نحكي أول شيء من ناحية المساحة. بلاحظ أن المساحة A1 أصغر من المساحة A2. شوفوا هون المساحة عريضة. هاي المساحة هون عريضة بتكون، مساحة الشكل الثاني. متى من ناحية المساحة الـ A1 أصغر من A2، لذلك بيكون الضغط عند الـ B1 أكبر من B2. هاي من ناحية بس المساحة. هلا من ناحية الثقال، من ناحية الثقال بنلاحظ إنه بالشكل الأول في عندي بس GX، أما في الشكل الثاني في عندي ثقل للمقدار X زائد ثقل للمقدار واي. فمن ناحيه الثقل عند 2 بيكون اكثر. اذا من ناحيه المساحه بيكون الضغط الاول هو اكبر، ومن ناحيه الثقل بيكون الضغط الاول هو اصغر. يا ترى بالنتيجه النهائيه وين بيكون الضغط اكبر؟ حسب الارقام اللي بيعطيني اياها. ومثل ما اخذنا انتوا بالحقل المغناطيسي، ممكن ناخذ سؤال عن الضغط من عندي، سؤال خارجي. إذا كان عندي رسمتين، إذا عندي ثقلين، إذا عندي جسمين، ولكن الجي واحد يساوي مثلا 100 نيوتن، والمساحة A1 تساوي فلنفرض 2 متر مربع، جي 2 يساوي 400 نيوتن، والA2 ناخذ أول مرة مثال سهل 2 متر مربع. مين بيكون الضغط أكبر؟ B1 ولا B2؟ B2. B2. وأكبر منه بكم مرة؟ أكبر بكم مرة؟ 4. 4 مرات. إذا حسبنا هون B1 يا بنات، إذا حسبنا الضغط الأول B1 يساوي الثقل على المساحة، 100 على 2 بتساوي 50 نيوتن على متر مربع. اما هون اذا قسمتهم على بعضهم B2 تساوي 400 تقسيم 2 تساوي 200 باسكال او 200 نيوتن على متر مربع، يعني ال B2 يساوي 4 مرات ال B1. انا اعطيتكم مثال سهل حاليا، المساحات متساويه
هلا رح ناخذ مثال المساحات مختلفة. يعني الجي واحد يساوي 400 نيوتن والآ واحد تساوي 2 متر مربع. الجي اثنين يساوي 200 نيوتن والآ اثنين تساوي 4 متر مربع. مين أكبر؟ البي واحد ولا البي اثنين؟ مين أكبر يا طلاب؟ البي واحد ولا البي اثنين؟ بي واحد. قال يا أستاذ صلاح البي واحد أكبر بكتير. مين بيعرف أكبر بكم مرة؟ بثمانية. أربعة. البي واحد أكبر بكم مرة؟ أربع مرات. أربع مرات لا ثمان مرات يا فضل. ثمان مرات أستاذ. ثمانية. ثمانية. أخطأت يا فضل هالمرة. أنت ما تأخذ جداء وجداء. طيب تعالوا نحكي كلام علمي. ها ركزوا معي شوي. خلينا نحكي أول شيء عن البي واحد والبي اثنين. شو قيمة البي واحد؟ إذا حبينا نحسب حساب شو قيمة البي واحد؟ بي واحد تساوي القوة 400 على المساحة 2 بتساوي 200 باسكال. أما البي 2 يساوي 200 نيوتن تقسيم 4 يساوي 50 باسكال. هذا 200 باسكال وهذا 50 باسكال، فلازم يكون البي 1 يساوي 4 مرات بي 2. ولكن إذا تناقش بقى بدون أرقام بقول هذا 400 وهذا 200 معناتها أكبر بمرتين. هون المساحة 2 هون المساحة 4. انتبهوا كل ما كانت المساحة أصغر بيكون الضغط أكبر. بما أنه هي المساحة أصغر مرتين يعني هي 4 ب2 فلازم يكون كمان الضغط أكبر مرتين. مرتين ضرب مرتين بيساوي 4 مرات. آخر سؤال، إذا كان القوة F1 تساوي 3 مرات القوة F2 وكانت المساحة A1 تساوي 3 مرات المساحة A2 شقد بيكون الضغط B1؟ هل يساوي B2 ولا 3 مرات B2 ولا 9 مرات B2 ولا 9 B2 ولا 3 B2؟ واضح السؤال؟ واضح أستاذ. مين بيعطي الجواب الصح؟ بس لا تسرعوا. هل البي واحد نفسه بي اثنين ولا ثلاثة أضعافه؟